ايه اول فتره حسيت فيها بالنجاح في حياتك؟ ماشيه في البسطه منطقه عندنا زي شبرا، رفعوني بالعربيه. اشمعنى الدور ده اللي انت بتحسي فيه بابداع او باستمتاع؟ طالما ما بيجينيش غير شريحه ادوار الام، فعليا اني ابدع من خلال المعطيات اللي بتجيني. الحاجات اللي عرفت الناس في مصر بيكي كانت طريق ليه؟ انا البنت الوحيده. البنت الوحيده اللي في مصر. كانوا بيعاملوني كراجل. ما لحقتيش تحب ابن الجيران وزميلك في الجامعه؟ لا، كانت لذيذه جدا مع اللي بحبه وبدلعه الا اذا غلط بقى. اتجوزت ازاي اصلا؟ يعني جوزي كان مصور. هلو مصور. وشوشة الخميس 12:30 على النهار.